سامج براين يخطف لقب أسرع لاعب بعد أسبوع من ميلفن جوردون. عشاق فريق أوكلاهوما الذين تحدوا الأمطار والطقس القاسي ليشاهدوا السبت التاريخي للعبة عن المباراة التي جرت بين فريق سونار ضد كانساس. لم يتسنى لميلفن جوردون أن يتهنى بالرقم القياسي للسرعة بعد أن خطف سامج براين اللقب خلال أسبوع. الربع الخلفي تيرفور نايت كان يعاني من إصابة في الرقبة، أما ستيبلين شيبر وقد كان يعاني من إصابة في أعلى الفخذ، لذا اعتمد الفريق على السريع ذو الوزن الثقيل والخصم النحيل. إنه البلدوزر سامج بيريان، كما وتزامن ذلك مع خط الدفاع كنساس الضعيف وكأنهم كانوا خائفين من الكرة. استطاع بيريان تحطيم الرقم ميلفن جوردون في سرعته التي بلغت 408 ياردة فقط. تخيل يا رعاك الله.